بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. ولا الدار تأكيد ولا الدار الآخرة لدلة يعني حياة الآخرة، ولا الدار الآخرة خير. ريت دار أما دار نعيم مستديم ولا دار عذاب مقيم، اللي فيه ما يمنعوش إلا إن شاء الله. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون يخافوا ربي. قالك لعبتهم وش ألم أمر بي، خذيت نصيبي وأنا في بداية حياتي، تو ما عاش أنا طفل، تو أنا وصلت إلى سن الواجب، قيام بالواجب، سن التكليف، ولهذا أنا حاجتي بالآخرة أتنعم فيها إلى الأبد، وما حاشيش بآخرة أكون تحت العذاب المقيم الأبدي، نسأل الله السلامة.